عايز تعلق عليها فكرة المؤسسة أو الشق التاني في التوثيق، يعني فكرة التوثيق نفسها. الوالد كان مهتم جدا بالجزء الخاص بتوثيق، مش بس المرحلة الخاصة بثورة يناير وثورة يونيو وما بعدهم، بالعكس هو كان مهتم جدا باللي كان بيشرحه لنا دايما، ان هو الحالة المصرية، ان كان في كتابات كتير عن الشخصية المصرية والتاريخ المصري والفترات المفصلية او الفترات المهمة او اللي كانت فارقة في تاريخ مصر. بس هو كمان اتكلم، كان بيقول لي دايما اقرأ عن الحالة المصرية، في احتياج ان الناس تفهم الحالة المصرية، الحالة المصرية اللي ليها دعوة بالعلوم الاجتماعية، العلوم السياسية، الوضع الاقتصادي، الوضع الجغرافي، ودي حاجة مهمة جدا، الوضع التاريخي، الوضع الثقافي، وكل شق من دول ده بيشكل الحاضر او الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وظروفنا الكويس فيها والصعب واللي جاي واللي هيترتب عليه بعد كده. فهو كان مهتم جدا بتوثيق ايه اكتر المراحل المفصلية في تاريخ مصر، ايه اكتر اللحظات اللي كانت فارقه، المواقف، الشخصيات اللي اثرت، القرارات اللي فرقت، لان ده بيساعد زي ما نقول كده، او هو زي ما كان هو بيحب يقول دايما، ان هو بينور الطريق للاجيال الجايه. هو ده كان صح. الدور اللي هو شايفه مهم جدا من خلال كتاباته فيما بعد مرحله الاخبار. عايزكم تركزوا كده في ملامح عمر، ربنا يديله الصحه ويكرمه دايما، ركزوا كده في ملامحه كده، وحطيت صوت الاستاذ ياسر جنبه كده زي ما قلت في البدايه، هتلاقوا انه ما فيش فرق كتير، حتى هو بيتكلم في تكات كده بتاعت الاستاذ ياسر، يعني روحهم جاي بايده، حتى النضاره يبدو ان هو يعني في فكره كده، مش هفوت الموضوع الا ما اعرفها، ايه علاقته باولاده، علاقته يعني الانسانيات اللي موجوده، ازاي الامور كانت ماشيه، ازاي الحوار كان ماشي بينه وبين الزوجه والاولاد.